مشاهدينا اهلا بحضرتك. اشادات كبيره وواسعه من امبارح بتاسيس اتحاد منتجي مصر، الاجتماع اللي ضم في يوم الاول مجموعه من اكبر شركات الانتاج في مصر اللي وصل عددهم ل 18 شركه انتاج تقريبا، بدعوه من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. طبعا لتفصيل اكتر عن هذا الاتحاد وكل ما يتعلق به وللتوضيح اكيد تنضم لنا هاتفيا الاستاذه علا الشافعي، رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع والناقده الفنيه. اهلا بحضرتك يا استاذه علا. اهلا بيك يا احمد، اهلا بيك وكل متابعينا. استاذه علا، في البدايه لو تكلمينا اكتر عن هذا القرار، قرار الاجتماع التاسيسي لاتحاد منتجي مصر، حضرتك شايفاه ازاي وشايفه ايه اللي مرجو منه في الفتره اللي جايه؟ خلينا بس اقول لك يعني قبل ما اتكلم عن الاتحاد، ان بقى لنا فتره كان عندنا يعني زي ما بتقول سوق الدراما بيعاني من بعض عدم الانضباط. يمكن في الاونه الاخيره ابتدى يبقى فيه معايير مختلفه، ابتدى يبقى فيه شويه تعاون من خلال الشركه المتحده مع عدد من الشركات العامله في السوق المصري، ولكن في ظل التغيرات المحيطه بينا حوالينا احنا يعني مش عارفين لوحدنا زي ما بنقول في العالم كله، انت شايف قد ايه المنصات غيرت من طبيعه التفكير حتى في المحتوى الدرامي. فده بقى مهم ان احنا كمان عشان نكون واصلين للمستوى ده تقدر تنافس او تكون موجود وعندك جمهور بيستمتع بما تقدم، ان انت المفروض تكون على هذا القدر من المساواه من المنافسه. فالسوق محتاج شويه اليات لضبط العمل دي. فانا بشوف ان خطوه تاسيس اتحاد منتجين الدراما هي خطوه مهمه جدا وحيويه جدا، وزي ما بنقول ده توقيت سليم لاطلاق مثل هذا الاتحاد، خصوصا ان هو بيضم اكبر يعني عدد كبير من الشركات، ومن الممكن ان تنضم لشركات اخرى عامله في سوق الانتاج الدرامي اصلا. المطلوب منه ايه الاتحاد؟ ان انت هنا بتتكلم عن محتوى درامي، وده المعنى الاساسي للاتحاد. احيانا كده زي ما انا بقول لك كنا بنشوف مسلسلات هتلاقي تيمات متكرره، فتلاقي نفسك في اي شركه او اثنين بيشتغلوا على نفس الموضوع. فالفكره كلها ان انت محتاج حاجه هو ترضي جميع الاذواق، محتاج ان انت زي ما تخاطب بلس اي ودي وسي، فانت المفروض كل ده يتم تنسيقه مع كافه الشركات العامله في سوق الانتاج الدرامي. ايضا بقى عندنا انماط مختلفه من المنتج الدرامي، بمعنى ان احنا زي ما بتشوف على المنصات العالميه انت تلاقي عندك حلقات ممكن تتجاوز، في مسلسلات ممكن تبقى 5 حلقات، في مسلسلات ممكن تبقى 10 حلقات، احيانا بيبقى في مسلسلات ممتده لاكثر من 40 و45 حلقه. معيار هنا، الفكره هنا بقى مش بس مجرد نط وتطويل او حشو درامي، لا المفروض يبقى فيه نمط انتاجي متميز ليه علاقه الموضوع ده يستحمل ايه في الدراما وما يستحملش ايه في الدراما. يعني كتير جدا، وانا يعني ده باعتراف حتى بعض العاملين في صناعه الدراما، منهم كان الكاتب مدحت العدل في احدى الندوات كان بيتكلم ان هو شايف مسلسله اللي كان معروض في رمضان الماضي ان هو مسلسل ما يستحملش اكتر من 15 حلقه، وكان بالنسبه له هيبقى لطيف جدا ان المسلسل يبقى 15 حلقه، ولكن اضطر يعملوا 30 عشان خاطر رمضان. فهي الفكره دي محتاج احنا هنا بتن نغير، محتاج كمان تفتح افق لان انت عندك اجيال بعيده عن الدراما، بمعنى ان انت عندك جيل المراهقين الشباب ما فيش حد بقى يقعد قدام التلفزيون، فانت كمان محتاج تخاطبه بالطريقه اللي هو المفروض بيفضلها، وزي ما بيشوف الدراما الاجنبيه مصنوعه ازاي تقدر توصل له انت كمان الشباب. سواء عرض مشاكله دون تعالي عليه، لان خد بالك احنا هنكتب عن المراهقين ولكن بنبره تعالي مثلا، ان انت طول الوقت بتنصح وبتدي تفرض الوصايه عليهم، فده مش شويه في الدراما او صناعه الفن ما بقاش مؤثر. فانت كل دي معايير كانت في السوق انت محتاج تظبطها الحقيقه، ده فيما يتعلق بالمحتوى، ايضا الانتاج والكلفه الانتاجيه والتحضير للاعمال، وان الاعمال تاخد وقت كويس في تحضيرها، ان انت يبقى عندك شركه بتنتج عمل تاريخي او عمل كبير تاخد وقتها في التحضير ليه عشان يخرج بافضل صوره مثلا. كل ده من خلال الاتحاد ان الناس تبقى قاعده مع بعض، ده مش بينفي المنافسه، ان انت هنا بالظبط المنافسه ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك، ده بيلغي المنافسه ولا بيعلم من المنافسه؟ يعني حضرتك شايفه ان لما يقعد كل شركات الانتاج مع بعض ويتفقوا على حاجه ان هم يعملوها، طب ما كده فين المنافسه اللي هتبقى موجوده علشان نطلع اعمال اقوى من الاعمال اللي كانت موجوده؟ هو لا، هي المعايير هنا اللي انت هتحطها زي ما بقول لك، هو هنا بهدف تنسيق، لان انا مش مضطر هو هيكتب ورقه يقول لي انا بشتغل على مسلسل كذا كذا كذا، انا مطلوب بعمل مثلا مسلسل دراما اجتماعيه، فلان هنا حاجه كوميدي، انا ما اعرفش هو بيعمل ايه كوميدي، فده اللي بقصده، لا اللي بالعكس هيعلي هنا هيعلي ويظبط كمان. يعني انت عندك في تفاوت كبير جدا في الاجور ما بين النجوم، ما بين الناس اللي بتشتغل كممثلين مساعدين او ممثل بيطلع في ادوار بسيطه بادوار يعني ادوار مش اساسيه سنويه، فده كله محتاج الحقيقه اليه السوق الدرامي المصري، خصوصا في ظل المنافسه الشرسه اللي احنا بنشوفها حوالينا. حضرتك شايفه التاثير، تاثير اتحاد منتجي دراما ده اللي تم تاسيسه او امبارح الاجتماع التاسيسي ده،
تأثيره هيكون سريع يا أستاذة علا، ولا هياخد وقت علشان تأثيره يبان على سوق الدراما والفن في مصر؟ اتمنى لان هم دايما هي المساله كلها ليها علاقه بصناعه اهلا، يعني هم ادرى بشعبها يعني بشعبها، فهم يبقوا ادرى، يبقى هنا في تكثيف بسرعه من الاجتماعات، يبقى زي في كده منفستو، عارف المنفستو ده اللي احنا بنحط الياتنا هنشتغل ازاي، نبتدي نفعل ازاي ده باقصى سرعه، لان احنا بنتكلم واحنا رمضان في اول مارس القادم، يعني احنا ما فيش يعني ما عندناش وقت او رفاهيه الوقت دي مش عندنا قوي. لو انت عايز تنفذ وتشتغل مسلسلات فيها قدر كبير من الاحترافيه وفيها محتوى جاذب، انت محتاج تبتدي من امبارح مش من النهارده. فده معناه هم مدركين ده تماما، صناع السينما والعاملين في سوق الصناعه، فعليهم ان هم يكثفوا من اجتماعاتهم، ولا المفروض ان في اجتماعات دوريه بشكل فردي، الاجتماعات ده تنعكس بقى بشكل او باخر، هيبتدي يبان الملامح دي من رمضان اللي جاي. انا اتوقع ده مش قبل كده، لان زي ما بنقول يعني لسه الناس كل واحد عنده رؤيه، فالرؤيه دي بعض هنوصل لفين، هنتفق عن ايه، فهو ده يبقى بالنسبه لنا هيبان بشكل كبير. افتكر اتمنى انا عن نفسي بشكل شخصي اتمنى اشوف موسم رمضان القادم. طبعا احنا المواسم اللي فاتت كان في شغل دراما محترم وفي شغل مهني واحترافي وفي متجارب مؤثره جدا في الدراما، ولكن اتمنى يكون السقف اعلى ونشوف حاجات اكثر تنوعا واكثر قيمه كمان. حضرتك شايفه ازاي دور اللي بتقوم بيه بالتحديد الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في دعم الجانب الفني؟ ويمكن احنا شايفين على مدار الفتره الاخيره دور كبير بتقوم بيه الشركه المتحده في هذا القطاع في الجانب الفني، دورها بشكل عام بعد هذا القرار، دور الشركه المتحده حضرتك شايفها ازاي؟ بص، الشركه المتحده اعتبرها كانها هي المنظمه اللي هي بتنظم، يعني هي اللي بتنظم كل الحاله اللي احنا شايفينها دي، هي بتلعب دور كبير جدا سواء على محاوله ان هي بتقول للناس يا جماعه اشتغلوا وانتم مستريحين كمان، واعملوا افكار ابداعيه وخلاقه. فده دور الشركه ان هي بتقول لكم اتفضلوا واشتغلوا، بس انا عايزه اشوف منتج جيد جدا. احنا كنا قبل كده بنتكلم على سنوات اللي في شركات بعينها بس بتشتغل، لا، المجال دلوقتي السوق مفتوح وهناك تجارب متعدده لشركات انتاج مختلفه عاملها في السوق المصري. اتمنى ان يعني الشركه المتحده حريصه ان ده يبقى موجود طول الوقت وقائم، لان هو ده دور الشركه المتحده. يعني فكره ان الدراما، بصي يا احمد، الدراما الحقيقه انا بعتبرها من الصناعات الثقيله، هي زي صناعه الحديد والاسلحه وصناعه القطن وكل الصناعات الثقيله في العالم. انا بعتبر الدراما ده خصوصا في التوقيت ده ان انت عندك مدخلات كثيره جدا، ويمكن ليها تاثير اكبر من الصناعات اللي حضرتك قلت عليها يا استاذ عمر. تاثيرها لانه كمان انت بتاثر بيها في اجيال من خلال المحتوى اللي انت بتقدمه والرسائل اللي بيحملها هذا المحتوى. عشان كده انا بشوف ان في وعي من الشركه المتحده باهميه دور الدراما. انت بقى هنا هتاخد خلاص اتفضل اشتغل، ورينا بقى الشغل هيبقى شكله ازاي، والرسائل اللي انت بتقدمها شكلها عامله ازاي، حفاظك على المجتمع بتاعك والقضايا اللي انت المفروض تناقشها هي ايه. فانا بشوف ان الشركه خلاص يعني اهو يتفضلوا، السوق بيتنظم، المنتجين بيشتغلوا، الشركات شغاله في الانتاج، وروني ايه بقى المنتج المهم اللي هيتقدم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، متفائله بهذا القرار استاذه علا، مستنيه ايه بعد؟ متفائله لدرجه ان انا اتمنى يحصل في السينما، لان انا بقى يعني انا بشكل اساسي انا بحسب نفسي على السينما بشكل كبير قوي، فانا حال السينما الحقيقه لا يسر عدو ولا حبيب، فاتمنى ان هو بشكل كبير ان ما حصل من تنظيم صناعه الدراما ايضا يسر صناعه السينما المصريه اللي هي تستاهل وتستحق، لان صناعه من اهم الصناعات في منطقه الشرق الاوسط تستحق ايضا الالتفات ليها، وان احنا نتوقف شويه وننظم شكل الصناعه واليات العمل. ان شاء الله الفن المصري بصفه عامه يوصل للي هو يستحقه زي ما استحق على مدار السنوات الكتيره اللي فاتت، وكنا دايما رواد فيها. استاذه علا الشافعي، رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع والناقده الفنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. تبعية، شكرا لكم مشاهدينا. دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بالاجتماع التأسيسي الأول لاتحاد منتجي مصر بدعوة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور عدد كبير من شركات الإنتاج في مصر. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.